أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج من غزة. في هذه الحلقة سنناقش مشكلة تلوث المياه في قطاع غزة وما هي تأثيراتها على المواطنين هنا في قطاع غزة وما مدى تأثيرها على حياة الناس في قطاع غزة، وكيف يمكن معالجة هذه المشكلة، وما هي الحلول التي يجب اتخاذها من أجل يعني تفادي هذه المشكلة والخروج منها. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيف حلقة البرنامج الأستاذ أحمد حلس، مدير التوعية البيئية في وزارة شؤون البيئة. أهلا بك أستاذ أحمد ورحب بك. يعني لو بدأنا حديثنا من السؤال البديهي، مشكلة المياه في قطاع غزة، هل لك أن يعني تضعنا في شرح مفصل اتجاه هذه المشكلة؟ في الواقع بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية واسمح لي أن أتقدم بالشكر لكم وللإخوة القائمين على هذا البرنامج لتسليطكم الضوء على قضية مهمة جدا تعد عصب الحياة ليس لنا وحدنا كفلسطينيين ولكن لكل السكان الأرض بما فيها من حياة كنبات وحيوان وعلى رأسها الإنسان. المياه في قطاع غزة لم تكن مشكلة في الماضي، رغم أنه قطاع غزة يعد شبه جاف كمنطقة جغرافيا، بمعنى الهطول والأمطار ليست كمية كبيرة. ما يهطل على القطاع في العام تقريبا لا يتجاوز 100-110 مليون متر مكعب من المياه كأمطار، وهو المصدر الوحيد في القطاع. قبل 10-15 عام لم تكن هناك مشكلة، عندما كان عدد سكان القطاع 700,000-800,000 مواطن، كانوا لا يتجاوز احتياجهم السنوي 80-90 مليون متر مكعب، بمعنى كان المطر يفوق احتياج المواطن. طبعا بما أنه احتياجنا المائي لا يمكن توفيره إلا من خلال الأمطار، وذلك خصوصا بعد أنه الاحتلال منع وصول المياه السطحية لنا من خلال وادي غزة وادي السلقة وغيرها من الأودية، وأصبح تركيزنا ولا يوجد هناك برك أو أنهار في قطاع غزة، فكان الاحتياج الرئيسي للمواطن يمكن توفيره من خلال المياه الجوفية اللي كان المطر أو لا يعتبر المطر هو المصدر الأساسي في تزويد هذا الخزان الجوفي. الآن أصبح لدينا في قطاع غزة أكثر من 1,700,000 مواطن تقريبا، وهذه تقارير بالأرقام وأنا متأكد أنه الأرقام الفعلية أكثر وتفوق 1,700,000 مواطن، وهذا العدد الضخم من المواطنين يحتاج لكمية ضخمة من المياه لاستخداماتهم الدوميستيك ووترز بسموها، والمياه اللي تستخدم للأغراض المنزلية للشرب ولغيره، وللزراعة لتوفير احتياجاتهم من الغذاء وغيره، وأيضا للصناعة. يحتاج القطاع حاليا ضمن أرقام، هناك كثير من التقارير التي تم إجراءها وتتحدث عن الكميات التي يحتاج القطاع، الآن يفوق احتياج السكان القطاع 170 وأحيانا يصل إلى 180 مليون متر مكعب من المياه، بمعنى إذا ما طرحنا الكمية، وهذه تسمى الووتر بادجت أو الموازنة المائية، إذا طرحنا كمية ما يصلنا من المطر بما نحتاجه وما يتم امتصاصه من الخزان الجوفي وسحبه، يوجد عجز مائي لدينا يفوق 60 أو 70 مليون متر مكعب من المياه في كل عام. هذا الضخ الجائر أو الأوفر بامبينج أو السحب الجائر للمياه من خزاننا الجوفي ككمية أدى إلى عجز، نقصت المياه على كثير من سكان القطاع. هناك مناطق لا يصلها الماء بالمطلق، ينقلون الماء بـ 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 بالوسائل البدائية القديمة من خلال الأوعية والكارات أو العربات التي يجرها الحيوانات. الآن العجز الكمي كما شرحت لك، اليوم لدينا 190 بئر تقريبا بلدي يزود المنازل من المياه، هذه الآبار تضخ ما يزيد من 50-200 متر مكعب كل ساعة تقريبا. نعم. في الصيف بيصل ضخها في الساعة أكثر من 260-270 ألف متر مكعب. أنا أريد يعني عفوا على المقاطعة، أريد أن يعني نتحدث في التفاصيل، أين تكمن مشكلة تلوث المياه في قطاع غزة؟ أين هي مفاصل هذه المشكلة؟
سؤالك دقيق جدا، وأنا كنت أؤسس له السؤال، لأنه مبني تلوثها والعجز الجودة المياه عندما تغيرت هو أساسه كان عجز كمي. نعم. الآن عندما انحدرت كمية المياه في الخزان الجوفي كان السحب الجائر أكثر من تعويضه من الأمطار، أدى إلى كثير من المشاكل الأخرى على رأسها دخول مياه البحر، لأنه إذا امتصاص المياه من الخزان الجوفي يؤدي إلى إحداث فراغ في مسام التربة الحاملة للمياه، وهذا في علم الهيدرولوجي. الآن بغذي هذا النقص أو هذا الفراغ هو مياه البحر، تملحت أو زادت ملوحة آلاف الآبار التي يتم إغلاقها أصلا بشكل دوري، أصبحت غير صالحة لأي استخدام. أصبح هناك مياه جوفية مالحة بمياه البحر وصلت إلى نصف كمسافة من شاطئ البحر إلى نصف قطاع غزة، يعني بمعنى في مدينة غزة وصلت المياه البحر إلى شارع الجلاء تقريبا، وهي منطقة يعني ممتدة بشكل رهيب في قطاع في مدينة غزة. الآن هذا جزء من أجزاء التلوث، وهي تملح أو ازدياد نسبة الكلورايد في مياه الشرب. الآن أيضا الاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية واستخدام غير ممنهج في كثير من الأحيان وغير مراقب نتيجة التهريب وغيره أدى إلى تلويث كثير من مناطق مياه الشرب بمواد كيماوية، وعلى رأسها البوبس أو المواد البيرسيستنت أورجانيك بوليوتنس أو الملوثات العضوية الثابتة اللي أيضا تستخدم بشكل محرم في الزراعة في بعض الأحيان. ولكن فيما قبل هذه المشكلة وعلى رأس المشاكل أيضا اللي بتلوث خزان الجوفي المياه العادمة، أكثر من 90 مليون متر مكعب مياه عادمة تضخ سنويا من القطاع، وفي كثير من الأحيان هي لا تعالج بالشكل المطلوب. يوجد 4 محطات معالجة في القطاع، كلها تقريبا إن لم تخن الذاكرة محطات غير كفؤ نتيجة النمو السكاني الرهيب وغياب التطوير المستمر الذي يواكب هذا النمو السكاني وهذه الكمية المهولة. على سبيل المثال منطقة خان يونس أكثر من 300 ألف مواطن يسكن في المنطقة، 40% من المنطقة لا تخدمها شبكات صرف صحي. هؤلاء المواطنون يصرفون مياههم العادمة عبر ما يسمى بالسيس بولز أو السيس بيتس، وهي آبار امتصاصية تحفر في التربة ويتم تصريف المياه العادمة فيها. أنا بعتبرها هي حقن للمواد السامة لإيصالها إلى خزاننا الجوفي. طبعا المواطن بهمه أنه يتخلص من المياه العادمة بغض النظر عن الوضع المائي، ولكن أصبحت هناك كثير من المناطق تعج أو مياهها الجوفية ملوثة بكميات كبيرة من النترات ومن الكلورايد ومن الملوثات حتى في بعض الأحيان البيولوجية أو الخطيرة الحيوية. مكبات النفايات الصلبة العشوائية التي لا تراعي وسائل أو معايير الهندسة الصحية أو اللي من عزل ومن حجب لوصول رواشحها وموادها السامة اللي بتنتج نتيجة تحلل هذه النفايات الصلبة أيضا تصل إلى خزان الجوفي. إذا ما عدت للكمية وأربطها بتلوث آخر وهو انخفاض خزان الجوفي بشكل كبير، أدى إلى وصولنا إلى مياه قديمة في الخزان الجوفي وتزيد ملوحتها عن المطلوب، وهي لا تتفق مع كل معايير منظمة الصحة العالمية أو المعايير الدولية للمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى وصول مياه مالحة أيضا من بسموه الليترال أو الجانبية. طالما أن المشكلة كتلوث المياه هي مشكلة كمية، الآن أين دور يعني مسؤولية من هذه المشكلة؟ هل مسؤولية الحكومة؟ هل مسؤولية الجهات الدولية؟ هل هي مسؤولية الجهات المحلية هنا من بعض المنظمات المختصة في البيئة؟ هناك دور يجب أن يلعب من جميع الأطراف، بدءا من المواطن البسيط الذي يستهلك هذه المياه ويحتاجها، وانتهاءا بكل الدول الكبرى الراعية للسلام إن صح التعبير، أو التي يعني تتغنى وتشبه بحقوق الإنسان وبالتكافؤ وغيره. نحن كفلسطينيين لدينا مياه تكفي في الضفة الغربية وفي فلسطين المحتلة بشكل عام، لكن للأسف لا نستطيع الوصول إليها بشكل سهل. الاحتلال الإسرائيلي وفرض الحصار ظالم على قطاع غزة منذ سنوات أفقدنا قدرتنا على تطوير أدائنا في كل قطاعات الحياة أو مجالات الحياة في قطاع غزة بما فيها مجال البيئة والمياه. نحتاج إلى تطوير
تطوير بشكل فعلي، ونحتاج إلى تمويل من كل الدول الصديقة ومن الدول العربية أو الإخوة العرب ومن الدول الإسلامية ومن كل ذوي العلاقة بالشعب الفلسطيني. نحتاج إلى دعم وتمويل لمشاريع كبرى استراتيجية يمكن من خلالها الخروج من أزمة المياه في قطاع غزة، بمعالجة المياه العادمة وتطوير محطاتنا وشبك المنازل والمناطق الحضرية التي استحدثت وتم بناءها جديدا بمصارف للمياه العادمة، وبالتالي معالجتها بالشكل السليم ثم تستخدم في الزراعة أو تعاد حقنا في خزاننا الجوفي. يمكن أيضا للدول المانحة والاستراتيجيات، بس نحتاج من الاحتلال أنه يرفع هذا الحصار الظالم اللي ضرب على القطاع، لإدخال كل المعدات والإمكانات الهندسية الإنشائية اللي أيضا من شأنها تخفيف المشكلة المائية، بالإضافة لبناء محطات تحلية لمياه البحر تزود القطاع بالمياه أو العجز المائي وتعمل على ردم الهوة ما بين الاستهلاك وما بين المتوفر من المياه. هناك دور أيضا يلعب من قبل الجهات المؤسسات العاملة في القطاع سواء حكومية أو غير حكومية بتسليط ضوء أكثر وتكثيف الجهود في اتجاه توفير مياه صالحة للشرب للمواطن، بالإضافة لدور يجب أن يلعب من قبل المواطن في هذا المجال. نعم، سنأتي لدور المواطن، ولكن يعني دعنا نتحدث عن دور الحكومة بشكل تفصيلي. دور الحكومة هنا في قطاع غزة، يعني أين دورها في هذه الأزمة؟ هل هي تلعب دور كبير أم دور غير جيد أم دور ضعيف في هذه الأزمة؟ وهي أزمة ممتدة من سنوات طويلة هنا في قطاع غزة. في الواقع أنا سأبدأ يعني ببداية أتمنى أن تكون موفقة بلوم الحكومة في قطاع غزة بتغييب المصالحة أو المشاركة أو المساهمة، هي والأطراف كلها غياب المصالحة السياسية جنب أو أبعد عن قطاع غزة آلاف المشاريع التي يمكن من خلالها تخفيف معاناة القطاع. دول مانحة كثيرة وأنا على صلة ببعضهم، كان هناك لديهم مشكلة أنه من نمول سياساتنا أجنداتنا كدول أجنبية أو غيره تمنع أنه نتعامل مع حماس أو مع الجهات الحاكمة في قطاع غزة، ولكن هم يريدوا أن يدعموا جهة ليست موجودة في القطاع وهي السلطة الوطنية الفلسطينية. مشروع الكي اف دبليو هو مشروع ب 75 مليون يورو في المنطقة الوسطى، تم الانتهاء من كل الخطط لإنشاء محطة معالجة مركزية في المنطقة الوسطى لمعالجة كل المياه العادمة في المنطقة الوسطى في الانصارات والبريج ودير البلح وعفوا والمغازي، ومساعدة أيضا محطة مدينة غزة ومحطة الشيخ عجلين بما يفيض عن قدرتها، إلا أن المشروع توقف بعد الانقسام السياسي وخلافات. سنتحدث عن تأثير الانقسام على أزمة المياه. جنب أو أبعد أو حرم الشعب الفلسطيني في القطاع الكثير من المشاريع. أنا بأتمنى من الحكومة في قطاع غزة أنها تكثف جهودها وبنوايا صادقة نحو إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني حتى نستطيع أن نواجه مشاكلنا بشكل أقوى، وحتى نصبح أكثر إقناعا لكل دول العالم بدعمنا وإيلائنا باهتمام بشكل صادق. هذا جانب. الجانب الآخر أنه أنا بأتمنى أيضا من القائمين على القطاع أو الناس اللي في البلد أنهم يسلطوا ضوء أكثر ضمن اهتمامات بمشاريع بتمويل لأنه في مجال المياه والمياه العادمة وفي كل قطاعات البيئة بشكل عام، لأنها أساس الحياة. إذا لم تتوفر بيئة مناسبة ووفرة من المياه الصالحة للاستخدام للمواطن سيتحول وضعه في القطاع وضع مأساوي وجحيم، ومن مشكلة إلى أخرى وستتعقد حياته بشكل أكبر. دعنا نذهب إلى فاصل قصير أستاذ أحمد، ومن ثم نعود لنستكمل حديثنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.